لا تيأس إذا فشلت، فهذا طريق النجاح. القائل هو الطبيب والداعي الإسلامي الدكتور عبد الرحمن الصميط، الذي اشتهر بأعماله الخيرية والإنسانية في أنحاء أفريقيا. فقد عرف الصميط ببنائه مئات من دور الأيتام والمدارس والمساجد، بل وأيضا ساهم في بناء عدد من الجامعات الكبيرة في أنحاء أفريقيا. نال الصميط عددا من الأوسمة والجوائز، وأرفع هذه الجوائز هي جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام. فقد ساهم الصميط رحمه الله في إسلام 11 مليون أفريقي.